في نهاية كل عام يصدر عليه ديوان المحاسبة تقرير خاص به يبين من خلاله في مصروفات السلطة السياسية سواء في إطارها التنفيذي أو التشريعي. في كل عام نسأله في نفس السؤال، لطالما ما فيش أدوات عقاب ممكن أو إجراءات ممكن تتخذ ضد الصرف اللي خارج إطار القانون، علاش يطلع هذا التقرير؟ وصلنا لقناعة مبدئية تقول أن الديوان عنده غاية أخرى في إصدار هذه التقارير، وهي بيشكك الناس بأهمية ومقدرة السلطة السياسية بتاعها على إدارة شعبها. مثلا وزارة الصحة صرفت من الباب الثاني اللي هو بند المصروفات ما قيمته 1,400,000,000. أي نعم الناس موجودة إلى حد الآن أثناء ما نتكلم في بوابة راس الجير ومتراكمين، ووزارة الصحة في تونس تعتمد بشكل أساسي على الدخل اللي يدخلها من المصاريف اللي يصرفها الليبيين على العلاج في تونس، لكن هذا ما يعطيهاش الحق أو ما يعطيش الحق لديوان المحاسبة أو غيره أن يلوم الوزارة على صرف هذه القيمة الرقي بالوضع الصحي بتاعها. وزارة الدفاع صرف من الباب الثاني 1,500,000,000. أي نعم إحنا ما عندناش مؤسسة عسكرية موحدة، معسكرات بتاعنا هي وليبيا ممنوع عليها ان هي تستورد سلاح بحكم القرارات من مجلس الامن، لكن هذا ما يعنيش ان الوزاره ما تصرفش القيمه دي كلها للرقي بمستوى المؤسسه العسكريه بتاعنا. الهيئه العامه للاوقاف صرفه من الباب الثاني ما قيمته 171,000,000 دينار. جزء من هذه القيمه خصصت كبدل اهانه لبعض الموظفين بتاعها، وهذا شيء طبيعي جدا، مش من حق ديوان المحاسبه ان هو يسجله أو يهاجمه، لأنهم قاعدين يواجهوا في المجتمع كل يوم ويتلقوا في الإهانات من الناس اللي تأثر عليهم مشاعرهم وأحاسيسهم وما تخليهمش يؤدوا الخدمة المطلوبة منهم بشكل أساسي. ديوان رئاسة الوزراء صارف في 2022 من المتفرقات 900,000,000 دينار، وهذا شيء طبيعي جدا بحكم أنه هو يعيد للليبيين الحياة من جديد. ديوان المحاسبة يحاول يعرقل هذه المسيرة. لهذا السبب أنا أعتقد أن الليبيين يجب أن يتكاتفوا علشان يوجهوا رسالة لمجلس النواب وتحديداً عقيلة صالح اللي صار حوالي 200,000,000 دينار من الباب الثاني اللي هو باب المصروفات، ويقولوا له يجب أن تقوم بحل ديوان المحاسبة، لأن من الواضح أن غاية ديوان المحاسبة من إصدار هذه القرارات أو هذه التقارير مش العقاب، لأن ما فيش حد يتعاقب، الغاية منها هو إدخال الشك في الجموع المواطنين علشان يعارضوا أو يواجهوا القيادة السياسية الرشيدة بتاعها.